اتبعنا الإجراءات وبجهود الجهات، اليوم ما في كمامات في أي مكان. اليوم بناخد شعور الناس على هذا القرار، ما في كمامات، ما في توكلنا، خلاص تم رفع الإجراءات الاحترازية. نشوف شعوركم في سؤال المدينة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمة هذا البلاد، اللهم لك الحمد على هذا القرار، والحياة رجعت لحياتها الطبيعية. كنا متمنين هذا القرار من أول، أن الحياة ترجع يعني زي ما كانت وأفضل إن شاء الله بإذن الله. حابين نشكر حكومتنا إن شاء الله، ونقول لهم على هذا المجهود الله يعطيكم الصحة والعافية، ولمجهود أكبر إن شاء الله. والمملكة العربية السعودية يعني دولة قوية، وقفت على هذا المرض يعني بشكل يعني كان حاسم، والحمد لله هذه مواصلة اللي وصلنا لها الحمد لله. الصراحة يعني شعور لا ينوصف، انه انا مرة مبسوطة انه خلاص فك من الكمامة، وخصوصا يعني خلاص صار انه في حرية، مو ملزومين نلبس كمامات وزي كده، خصوصا في المولز، خصوصا انه في الدوام كان لازم انه يشترط نلبس كمامة، فدحين خلاص مرة مبسوطين. الشعور والله يعني لا يوصف، صح الحياة ما رجعت زي قبل، لكن مبدئيا افضل من الكتمة. طبعا الحمد لله إحساس جميل جدا، وإن شاء الله يا رب يكون الفترة الجاية كلها خير وصحة للجميع إن شاء الله. يعطيك العافية، شكرا. طبعا شعور جميل، احنا نستنى هذه اللحظة من فترة طويلة. الحمد لله على كل شيء، يعني الحكومة قامت بمجهود جبار جدا، واحنا من أحسن الدول طبعا في كنترولينج كورونا والوضع. الحمد لله على كل حال رجع الوضع طبيعي، شايف الناس اكيد شعور كويس انه بدون كمامات بدون توكلنا، عشان دائما جوالي يطفي لما اجي اخش المولات.